إحياء الأموات. قال تعالى في القرآن: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قال تعالى في القرآن: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال تعالى في القرآن: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. في كلام واضح من ده؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والله تحدى الناس، تقول لي بيحيي الموت الزور؟ الله سبحانه وتعالى تحدى الناس، قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بيقدروا يرجعوها؟ قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، يعني من يرقيه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والإخبار بالمغيبات، عشان كذه المرة تمشي للشيخ، مرة ما فهم الدين، لو فهم الدين كان اعتقدت إنه غير الله ما بيعلم الشيخ، ما بيعلم الغيب، كان اعتقدت إنه غير الله ما بيعلم الغيب. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لذلك ما تخلي مرة تمشي ليه فكي، ولا راجل ولا شاب ولا صغير ولا كبير، ما بجوز في الشريعة. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والمشي على الماء، بوك الشيخ بيمشي في الموية، والاحتجاب عن الأبصار، يعني يجي ماشي بي عندك ما بتشوفه ده الشيخ، وكان وقف في الصف عفصته كيف أقول يا أخي. وإجابة الدعوة في الحال، بيجيب الدعوة في الحال، تناديه الحقنا وفزعنا، ما شفت ذلك؟ قالوا شنو يا بقصة ما بتتوصى، ما بتتوصى، ويا سابق يا نحن لم نخاف من بقصة وجاهزين بمويتنا، قصة ما في قصة بتاعتنا، ما بنخاف من أي زول ولا بنرجف من أي زول، عقيدتنا دي في الله سبحانه ما بيعمل أي شيء. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ودي دعوة التوحيد، تنادي الله براو، تستغيث بالله براو، تلجأ إلى الله وحده، تدعو براو، جاءك مرض تلجأ لله، جاءتك مصيبة تفر إلى الله سبحانه وتعالى، جاءك ملك الموت تقول لا إله إلا الله، تموت حزن خاتم. في القبر سألوك من ربك تقول الله، يوم القيامة تكون موحد، تمشي بتنجو طوالي، الله بنجيك. رسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الكلام طويل جدا وكثير جدا، لكن المغرب جه.